exhibit the judgment, the competency. يقول بوكوريل أحد مندوبي الحزب الجمهوري عن ولاية فيرجينيا إنه يفضل السجن على التصويت لصالح المرشح دونالد ترامب خلال مؤتمر الحزب كما تلزمه قوانين ولايته. وبو ليس وحيداً في هذا. Trump clearly needs to change. فالتمرد ضد ترشيح ترامب سمع جلياً خلال السباق الجمهوري على لسان قادة الحزب الذين قبلوه على مضض وبعد طول تردد مرشحاً رسمياً. Look, I believe ترامب في نظري أفضل من هيلاري كلينتون، ولم يعد أمامنا سوى هذين الخيارين. هذه المواجهة بين المرشح المفضل لدى ناخبي الحزب ومؤسسته تعيد إلى الأذهان أمثلة من الزمن الغابر عن مؤتمرات حزبية حافلة بالضغوط والخلافات والصفقات السياسية على هوية مرشح الحزب. الحرب الضروس التي دارت رحاها مثلاً خلال مؤتمر العام 1912 بين الرئيسين الأسبقين ثيودور روزفلت وويليام تافت كانت حرب نهج بين الأول الداعم لحقوق العمال والثاني المناصر للشركات. حينها فاز روزفلت بأصوات ناخبي الحزب ليسقط في المؤتمر أمام تافت مدعوماً من المؤسسات الحزبية، وأدت الخلافات تلك إلى خسارة الجمهوريين للبيت الأبيض، كما شكلت انعطافة تاريخية في مسيرة حزب تأسس يوماً كمنبر لمكافحة الرق والعبودية نحو السياسات المحافظة التي ينتهجها اليوم. وظلت التجاذبات بين المرشحين والمؤسسة تلاحق مؤتمرات الحزب منذ انطلاقتها في أواسط القرن 19. حينئذ كانت المؤتمرات بمثابة عرس حزبي ينتخب خلاله المندوبون الحاضرون وليس الناخب الجمهوري مرشح الحزب. ويروي المؤرخون حكايات عن صفقات عديدة طبخت في غرف تعج بدخان السجائر خلال تلك المؤتمرات، إلا أن ازدياد أعداد الولايات الملتحقة بركب الانتخابات التمهيدية ودخول التغطية التلفزيونية سلطة رابعة تراقب وتحاسب المؤتمرين منذ أواسط القرن الماضي أسهم تدريجياً في تقليص دور المؤتمرات الحزبية في اختيار مرشح الحزب، وبات دور المؤتمرات محورياً فقط في حال عدم حصول أي من المرشحين على العدد الكافي من المندوبين خلال الانتخابات التمهيدية، مثل ما حصل بين الرئيسين جيرالد فورد ورونالد ريغان عام 76 آخر المؤتمرات الجمهورية غير المحسومة الترشيح. وهكذا ورويداً رويداً تغير وجه مؤتمرات الحزب الجمهوري، فأسدل بعد مؤتمر العام 52 الستار على مخالفة المؤسسة الحزبية لإرادة الناخبين بالتوازي مع تغير وجه الحزب نفسه الذي كان سباقاً إلى ترشيح أول امرأة للرئاسة عام 64 وإلى انتخاب أول أمريكي أسود رئيساً لمؤتمر الحزب عام 1884.